شوف انا دائما كنت كنلاحظ حب الفنانة أحلام المغرب من قبل حتى ما مشي للبرنامج عرب ايدل، من خلال تغريداتها. انا كنت متابعه لها من قبل على تويتر، على انستغرام، دائما كنت كنشوف عندها صديقات مغربيات، يعني حتى انها كتلبس القفطان، كنشوف مره لابسه في دارها قندوره، فكتحسي ان عندها داك الحب للعادات والتقاليد المغربيه. وشكون ما يبغيش العادات المغربيه ديالنا. هذه التفاته كانت زوينه بزاف منها، كنحييها عليها، وهذا هو الكلمه الظنون فيها، لان هي من خلال الاشياء اللي كنشوفوها مثلكم كنحسوا انها واحد السيده اللي عندها واحد الروح زوينه بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.